صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء تعميم بشأن عطلة عيد الفطر المبارك لعام 1441 هجريا. جاء في التعميم أنه بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1441 هجريا تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم العيد واليومين التاليين له، وإذا صادف أحد أيام العيد يوم عطلة رسمية فيعوض عنه بتمديد العطلة يوما آخر.